أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد وجولة صحفية نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ من مجلة إيكونوميست التي نشرت تقريرا ذكرت فيه أن حرب العراق أسهمت في إجهاد الجيش الأمريكي وتركته غير قادر على التنافس المتسارع مع الصين. وأوضحت المجلة أنه مع بدء الحرب على العراق وعد الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية الأمريكية ستونكم بأن تكون هذه حملة لا مثيل لها في التاريخ، حملة تتميز بالصدمة والمفاجأة وبتطبيق القوة الساحقة، ولكن في السنوات التي تلت ذلك قهر الجيش الأمريكي في العراق وانجرفت أمريكا في حملة لبناء الدولة ومكافحة التمرد ضد الجماعات المسلحة. وقام باراك أوباما الرئيس آنذاك بإخراج قواته في عام 2011 ليعيد الكثيرين بعد أن مزق تنظيم الدولة المنشق عن القاعدة في مزق شمال العراق وسوريا في عام 2014، ولا يزال هناك نحو 2500 جندي أمريكي اليوم في العراق. كل ذلك جاء في فترة حاسمة بالنسبة لمكانة أمريكا العالمية تم الترويج لها من قبل إدارة أوباما لإحداث تمحور للاستراتيجية الأمريكية باتجاه آسيا والمحيط الهادئ. كرست القوات المسلحة الأمريكية الجزء الأكبر من جهودها الفكرية والتنظيمية للحرب غير النظامية التي واجهتها في العراق وأفغانستان. يقول إريك سايرز من معهد أمريكان إنتربرايز: يمكن الوثوق بعدد كبير من ضباط البحرية أن يشرحوا تعقيدات كل شارع في بغداد، ولكن القليل جدا ممن تعلم شيئا على الإطلاق عن الجغرافيا العسكرية والدبلوماسية لجنوب شرق آسيا البحري. أعطت القوات الخاصة الأولوية للاغتيال والاختطاف على التخريب التقليدي والمداهمة. تم أخذ التفوق الجوي كأمر مسلم به، وتم إهمال الدفاعات الجوية، وتسببت الحرب في أزمة جهوزية طاحنة في سلاح الجو لم يتعافى منها بعد، كما يقول الأميرال المتقاعد مارك مونتميغري، كما تراجعت مهارات استخدام الدبابات. وإلى مقال نشرته صحيفة الاندبندنت العربية لريناد منصور تحت عنوان: ما الذي يمكن تعلمه من النزاعات المعاصرة من عقدي صراعات في العراق؟ فقد مضى الآن 20 عاما منذ قيام التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باجتياح العراق، وعلى الرغم من مئات المليارات التي أنفقت لهذا الهدف فما زالت الديمقراطية في العراق معطلة، ويقاسي البلد الأمرين لبناء مؤسسات دولة متماسكة، إذ بدلا من إقامة عهد تسوده الديمقراطية أدى الاجتياح وما عقبه من احتلال إلى إطلاق موجة أزمات إثر أخرى، بدءاً من صعود تنظيمات متطرفة، وتستمر النزاعات حاضراً في العراق لتشكل واقعاً يومياً، وهي تبدأ من تنافس الجماعات المسلحة على المناطق والنفوذ، وتبلغ العنف البنيوي السائد في نظام الفساد. وسارعت الولايات المتحدة في هذا السياق إلى الضغط من أجل وضع دستور جديد وإجراء انتخابات وطنية كي تظهر للعالم أن العراق يتحول بسرعة إلى نظام ديمقراطي، لكن بدل الوصول إلى العراقيين في جميع أنحاء البلاد لتنظيم عملية تمثيل حقيقية والإشراف عليها، اعتمدت القيادة الأمريكية على مجموعة صغيرة من العراقيين العائدين من المنافي، ممن كان لديهم تصور محدود ورؤية قاصرة تجاه ما ينبغي على العراق الجديد أن يصيره. وسمى ذاك القرار الأمريكي في المدى البعيد بتكريس استمرار النزاع عبر مفاقمة الانقسامات وتقوية القادة الذين كانوا منفصلين عن المجتمع الذي زعموا تمثيله. يمكننا من هذه التجربة استخلاص درس أساسي للقوى الدولية الساعية إلى مساندة تغيير الأنظمة أو دعم الانتقالات السياسية في دول أخرى، والدرس هو العمل لتشكيل نظام جديد مع مجموعة صغيرة من المنفيين الذين عاشوا خارج البلاد، لن يؤدي على الأرجح
إلى الديمقراطية. ونبقى مع الكاتب ريناد منصور في صحيفة الاندبندنت الذي ذكر أن الولايات المتحدة وحلفائها ارتأوا أن التسوية السياسية المستندة إلى صفقات تقوم بها النخبة ستقود إلى الديمقراطية وإلى إنهاء النزاع في العراق، لكن بدلا من حصول ذلك أدى الأمر إلى ترسيخ نظام فاسد، إذ قام المسؤولون العراقيون عبر مختلف ألوان الطيف الإثني الطائفي بتجهير خزائن الدولة لحسابهم الخاص، ولم يتركوا من المال العام سوى القليل كي يوزع على المجتمع الذي يبقى اليوم محروما من الخدمات الضرورية، إذ يقوم أفراد النخبة السياسية المسيطرة بالاستيلاء على أموال الدولة المخصصة في الأصل لتوفير الخدمات الضرورية للشعب، وذاك يقود مثلا إلى تسرب الأدوية المزيفة والمغشوشة إلى نظام الرعاية الصحية. على مدى أكثر من عقدين أنفقت مليارات الدولارات في إطار مساعدات التنمية ومشاريع الاستقرار في العراق، لكن ذلك لم يؤدي إلى تحسينات في حياة المواطنين اليومية. وفي جميع أنحاء العالم يستمر المانحون في تمويل مشاريع التنمية التي تفشل بأخذ الديناميات السياسية والأمنية والمجتمعية في الاعتبار، وذاك يعني أن كثيرا من المشاريع كالمدارس والمستشفيات وغيرها لا تحظى برؤية استدامة على المدى البعيد، فإن ثمة درسا يمكن استخلاصه من تجربة العراق يشير إلى أن العملية السلمية لبناء الدولة أو إعادة بنائها لا يمكن تحقيقها بالوسائل العسكرية. المشكلات المستمرة في بناء الدولة بالعراق يمكن ردها إلى قرارات قامت بها الولايات المتحدة وقادة عراقيون كانوا في المنفى مباشرة عقب الاجتياح، فيما يمكن رد مسؤولية مشكلات أخرى إلى مسؤولين عراقيين وحلفاء دوليين في السنوات التي تلت، إذ إن فهم الأخطاء التي حصلت يمكنه توفير الدروس ليس فقط للعاملين اليوم في العراق، بل أيضا للعاملين في مناطق نزاع أخرى حول العالم. خصصت صحيفة فاينانشال تايمز افتتاحية لغزو العراق الذي مرت ذكره 20 هذا الأسبوع، وقالت إن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة أصبح مثلا يضرب عن التدخل الأجنبي الكارثي. وأوضحت في الليلة التي أعلن فيها الرئيس جورج دبليو بوش للعالم أن تحالفا تقوده الولايات المتحدة غزا العراق، قال إن واحدا من الأهداف مساعدة العراقيين على بناء بلد موحد مستقر وحر. ومع ذلك وبعد 20 عاما من قعقعة صوت الدبابات التي اجتاحت الحدود إلى العراق، ليس هناك سوى شيء واحد يوحد العراقيين، هو حس الخيبة من الحالة التي وصل إليها بلدهم المحاصر. صحيح أن العراقيين حصلوا على فرصة للتصويت منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003، لكن وبعد عقدين عانوا فيهما من دورات العنف الرهيبة وسنوات من حكومات عقيمة وفاسدة، فإن العراق ليس ديمقراطية مستقرة أو فاعلة، ولقد أدت انتخابات متعاقبة إلى تحالفات ضعيفة مكونة من فصائل متنافسة مهتمة بإثراء نفسها والشبكات التي ترعاها أكثر من تنمية وتطوير البلد. وبدلا من إظهار تحرير العراق قوة الحرية والتحول في المنطقة كما وعد بوش، فقد أصبح الغزو الأمريكي مثلا عن التدخلات الأجنبية الكارثية ومخاطر محاولة تغيير الأنظمة بدون خطة واضحة لما بعد. والأسوأ من هذا هو أن الحرب شنت بناء على مبرر كاذب، وهو أن العراق يملك أسلحة دمار شامل، مما دمر الثقة العالمية بالولايات المتحدة وزعمها بقيادتها الأخلاقية للعالم، ولا يزال الضرر يتردد حتى اليوم. وأضافت صحيفة فاينانشال تايمز أن غزو أمريكا للعراق قوض موقفها الأخلاقي وإرثه يمزق الدولة ونسيج المجتمع، وقد أدت انتخابات متعاقبة إلى تحالفات ضعيفة مكونة من مجموعات متنافسة مهتمة بإثراء نفسها والشبكات التي ترعاها أكثر من تطوير العراق، وسيظل إرث تلك الحرب التي خطط لها بشكل سيء
ونفذت بشكل أسوأ سيظل يمزق الدولة العراقية ونسيج المجتمع العراقي. وأدت الحرب إلى فتح الباب أمام الجارة إيران لكي توسع تأثيرها في المنطقة وحرف دينامية القوة في الشرق الأوسط وإثارة التوترات الطائفية. وفي دراسة للجيش الأمريكي حول حرب العراق نشرت عام 2019 توصلت إلى أن إيران المتجرئة والتوسعية هي المنتصر الوحيد، كما عزز إسقاط صدام حسين من قوة الجماعات التي للكثير منها علاقات مع الجمهورية الإسلامية. ورغم استقرار الوضع الأمني فإن نظام الحكم لم يتحسن، وتنتشر البطالة بين الشباب، وتواجه الدولة مشاكل في تقديم الخدمات الأساسية، وذلك بسبب تحول الوزارات إلى إقطاعيات للجماعات السياسية. ورغم مليارات الدولارات التي أنفقت على إعمار البلاد إلا أن البلد الغني بالنفط يعاني من انقطاع التيار الكهربائي وبشكل مستمر، وبخاصة في وقت الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وتواصل الميليشيات المسلحة تخويف وقتل من يحاولون تحدي قادتهم ومطالبتهم القيام بواجبهم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. والآن مشاهدينا الكرام، هذه وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. على الرغم من انتشار الأسواق التجارية الحديثة في غزة التي توفر للمشترين سبل الراحة في أثناء التسوق، فلا تزال سوق والزاوية الشعبية وسط مدينة غزة تحافظ على رونقها ومكانتها التاريخية. تعد هذه السوق امتدادا تاريخيا لسوق القياصرة الأثرية الذي يعود القيصرية الأثرية الذي يعود تأسيسه إلى العصر المملوكي، يعرف حاليا باسم سوق الذهب، وتقع في أحد مداخله الرئيسة الجامع العمري الكبير، أكبر الجوامع الأثرية بمدينة غزة، والذي تبلغ مساحته نحو 4100 متر. وفي شهر رمضان تكتسي أزقة السوق التي تنتشر فيها رائحة الأعشاب الطبيعية العطرية بحلة الزينة الخاصة باستقبال هذا الشهر من فوانيس وهلة مضيئة، وتتردد إلى مسامع المتجولين في هذه السوق أناشيد تهلهل بقدوم رمضان وأصوات التهنئة بين التجار والمشترين. متزينا بأبهى حلة
استقبل المسجد الكبير المصمم على الطراز التركي بالعاصمة السودانية الخرطوم استقبل ضيوف شهر رمضان المعظم لإقامة صلوات التراويح والتهجد وتناول الإفطار والسحور. وفي 17 من هذا الشهر آذار مارس افتتح عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس افتتح المرحلة الأولى من المسجد الكبير بعد إعادة تأهيله استعدادا لدخول شهر رمضان المبارك. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. The FBI has for quite some time now the origins of the pandemic a potential lab incident in Wuhan. So here you're talking about a potential leak from a Chinese government. تصاعدت في الآونة الأخيرة ادعاءات أمريكية حول نشأة فيروس كوفيد-19 الذي غزا العالم قبل 3 سنوات، حيث يزعم الدكتور روبرت رادفيلد الذي كان مدير لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها من عام 2018 إلى 2021 أن تسرباً عرضياً حدث في أحد مختبرات مدينة ووهان الصينية أدى لانتشار الفيروس في العالم أجمع. ورغم نفي عدد من العلماء تلك المزاعم إلا أن الوكالات الحكومية الأمريكية كان لديها استنتاجاً آخر اتهمت فيه الصين بالوقوف وراء انتشار فيروس كورونا في العالم. ولكن هل تسرب فيروس مصنع في مختبر يعتبر أمراً بسهولة تسرب ماء من صنبوره أو أمراً شائعاً في المجتمع العلمي؟ الحقيقة أن هذه الفرضية وإن صحت فهي ليست أولى الحوادث، فقد تسربت من قبل فيروسات قاتلة كان يتم دراستها وتحضيرها داخل مختبرات إحدى الجامعات أدت إلى مقتل أكثر من 300 مليون شخص في القرن العشرين وحده. كانت تلك عدوى الجدرية الذي كان كابوساً راود العالم لأعوام قبل أن يتم القضاء عليه عام 1977. أما عن طريقة خروجه من المختبر فلا تتوفر إلى الآن إجابة قطعية على ذلك، ولكن يرجح العلماء أنه قد يكون انتقل عبر تيار هوائي أو تلامس شخصي أو عن طريق لمس معدات ملوثة. وبعد القضاء على وباء الجدري اختارت منظمة الصحة العالمية مراكز مكافحة الأمراض في أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية ومختبر النواقل في منطقة نوفوسيبيرسك في سيبيريا روسيا للاحتفاظ بمخزونات الجدري الحية، إلا أنها واجهت أيضاً أحداثاً مخيفة عرضت حياة عشرات الأشخاص للخطر. ففي عام 2014 فشل العاملون في مركز السيطرة على الأمراض في القضاء على عينات الجمرة الخبيثة التي تمت تجربتها بشكل صحيح، وعام 2019 انفجر أنبوب غاز في معمل فيكتور تسبب في إصابة أحد العاملين في المختبر بحروق شديدة، وفي مدينة لانشو الصينية أصيب أكثر من 10,000 شخص بنوع خطير من مسببات الأمراض إثر خطأ في أحد مصانع المستحضرات الصيدلانية. لم تكن الحوادث سابقة وحيدة أو فريدة في تاريخ الطب، فهو زاخر بالعديد من حوادث تسرب الأمراض من المختبرات، ولكن الأسباب بقيت غامضة إلى يومنا هذا. فهل تعتقدون أن فيروس كوفيد-19 تسرب من أحد المختبرات وأدى لفرض الحجر الصحي على المليارات؟ في نهاية جولتنا الصحفية في صدى الأقلام من الرافدين تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم.